ما حكم جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر؟ هذه مسألة عندنا في المذهب لا يجيزونها، لا تجوز، والسبب أن الحنابلة يرون أن الجمعة تؤدى قبل الزوال، يعني بعضهم يقول أنها مثل صلاة العيد، وهذا اللي موجود في الزاد زاد مستقل. والقول القوي في المذهب أنها تؤدى في الساعة الخامسة بعد الخامسة، يعني قبل منتصف النهار بساعة بعد الساعة الخامسة. فهؤلاء يا إخواني يقولون لو جمعنا معها العصر صلانا العصر قبل أن يدخل وقت الظهر، فحينئذ لا يجوز. هذا الرأي في مذهب الحنابلة وهو الذي عليه الفتوى. لكن يا إخواني تغيرت الآن، الآن الحنابلة لا يصلون إلا مثل بقية المذاهب، ومساجدنا الآن مملوءة من غير الحنابلة. يعني أنا الآن أصعد على المنبر أشوف عندي نصف المسجد أو ثلثة غير الحنابلة، فلو صليت قبل الزوال عندهم لا تصح الصلاة. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز الله يجعله في الجنة عمم في وقته على المساجد عن طريق وزير الحج والأوقاف في ذلك الوقت، عمم بأن صلاة الجمعة لا تؤدى إلا بعد دخول وقت الظهر، فارتاحوا الناس، صار الجمعة تؤدى في وقت الظهر، وحينئذ يجوز جمع العصر معها. يجوز جمع العصر معها. نعم.